عشان ما تقرا معي. ابشر. اعطونا سؤال شباب. ما السبب الرئيسي لمرض الملاريا؟ الخنفساء ام الذباب ام البعوض؟ سبب رئيسي شيء. لمرض الملاريا شيء دير شيء البعوض. البعوض اكيد باذن الله. اكيد باذن الله. اثبت ثبت البعوض. ثبتنا البعوض. مخلط اول ما سالت السؤال اشرت بالرقم ثلاثة. عندك المعلومة؟ من والدك ولا ايش؟ موجودة من الله ولا موجودة؟ موجودة من اول دارسين او عارفين. ايش؟ درسناها اول وعارفين. طيب سلمت على والدك ولا لا؟ لا ما معي جوال اسلم. ما معك جوال؟ بس هو اكيد انه يسمعك ووصل سلامك. ان شاء الله يوصل سلامنا. بس انت اذا كلمته برضو يا اخي تكلمونه كل يوم وكذا و... كل يوم كيف؟ من منين؟ منين؟ ايش فيكم؟ ايش ما معكم؟ ما معانا شيء. ما حد متوتر. ما حد متوتر. طيب سم نواف بجيك 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 اجلس وبجيك يا نواف. سلام عليكم. مخلد ما شاء الله تبارك الله على مجموعتكم كاملة. ايوه اخذتوا مو 200 نقطة اخذتوا 300 نقطة. يا سلام عشوة بابا اجيكم. عاش جبر عاش جبر عاش جبر عاش جبر عاش جبر عاش جبر عاش صواعق عاش عاش صواعق عاش صواعق تن تن تن. طيب ألف مبروك. 300 نقطة هي المجموع الكلي. 200 في السؤال هذا. الله يجزيك. 100 نقطة في الدور الأول. ألف مبروك تستاهلون. سهل. طيب المجموعة الثانية يا النجوم. نواف غلطتوا في السؤال الأول. عندكم 200 نقطة وعندكم 900 نقطة قادمة تأخذونها كذا تعوض. جيبها إن شاء الله. ركزوا أسئلة سهلة جدا. عطونا سؤال النجوم. ما هي عاصمة قبرص؟ ما هي عاصمة قبرص؟ فاليتا لارانكا أم نيغوسيا؟ أشوف الأسئلة الله يوفقك. ما هي عاصمة ما هي عاصمة قبرص يا علي؟ ركزوا معي. فاليتا نيغوسيا لارانكا نيغوسيا نيغوسيا. ثبت. طيب أوكي ثبتوا عليه. ثبت ثبت. أوكي 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 أوكي. أنا أعرفها ترى من أول وقلتها. شباب أرجوكم أرجوكم رجاء خاص. إزعاج تراهم إزعاج. علي لو سمحت أرجوكم أنا أبغى أطلع من الفقرة وأنا أبغاكم كلكم فايزين. وأنا طلبتكم قلت لكم يا شباب ركزوا معي الأسئلة حاول قدر المستطاع إنها سهلة عليكم. والله ثم والله ثم والله إنه مع أحمد عبد الرحيم كل مرة أكررها أقول سهلها على الشباب. أتمنى من الجميع إنه يطلع بألف نقطة. بالعكس أنا مبسوط بكون ما راح يعني ما في شيء بيخليني أزعل إذا أخذتوا كلكم ألف نقطة ولا أحد بيزعل الجمهور المتابع إنكم كلكم تخسرون مثلاً أو الإدارة أو الإعداد. أنا أعرف بس يا أخي احترم المسابقة احترم قوانين المسابقة احترموني كأنا احترم المشاهد. لا توصل التغشيش. ما هي واصلة التغشيش أبداً. لا طالع بالكاميرا التغشيش. أنا ما عندي مشكلة إني أعرضها مرة ثانية إنه الغش موجود. إيش غش مخلص أنا ما طيب أوكي راح أمشي هذه المرة وراح معلش راح أكنسل هذا السؤال وراح تعوضوني بسؤال ثاني. شباب كنسوا لي السؤال اعطونا سؤال ثاني. ليه 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 ما لنا ذنب يا والله اني ما شفت لهم. الشباب اللي شافوه مو انت تعرف من قبل. اي والله. طيب احمد عبد الرحيم لو سمحت ابغاكم تسوون لي هذا السؤال واذا في امكانيه تعدلوا لي سؤال تبدلوا لي سؤال من الاسئله المضافه الاخيره. ما راح اوصل الخصم. مخلد ارجوك. طيب اوكي مخلد ارجوكم شباب ارجوكم رجاء خاص. والله ما ابغى اخصم على احد بس خلي المسابقه تمشي مثل ما هي عليه. انا بس سمحت اسمحت لكل مجموعته القائد لها الحقيه انه يتحدث مع مجموعته. المجموعات الاخرى التزام الصمت ما تحاول في الغش كذا ما صارت مسابقه ابدا. ما راح توصل مسابقه اذا كل واحد غشش الثاني على الشعب. طيب تكرار المره الثانيه الغش ما راح يعني ما ابغى توصل مراحل بعيده. راح يكون في خصم هنا ما راح ياخذ النتيجه كامله. راح يكون في خصم عليه من الاداره. فاتمنى اتمنى اتمنى ما نوصل لهذه المرحله ارجوكم. طيب ذا السؤال خليه يروح كنسله. طيب اوكي اوكي. طيب طيب اوكي السؤال راح يكون صعب جدا.
أعطونا أعطونا السؤال يا شباب، لا حد يتحدث. المجموعة للمجموعة الثانية فقط، أو عفوا السؤال، أين يقع بركان تامو ماسيف؟ شرق اليابان أم شرق الفيتنام أم شرق الهند؟ قدامك 29 ثانية، أين يقع بركان تامو ماسيف؟ شرق اليابان، شرق الفيتنام أم شرق الهند؟ اسمه صيني مدري. عد السؤال لو سمحت، بالله عد السؤال ما سمعت أنا. يابان. السؤال السؤال بس. بركان تو ماسيف. السؤال وشو يا أخو؟ يابان. صوت صوت جبر. اختر أي شيء ما خلتني نسمع السؤال. اليابان اليابان. اليابان. شرق اليابان. اسمه تقول اليابان. غلط. ثبت على شرق اليابان. من اللي جاب الإجابة الأولى يا شباب؟ جبر عفوا علي من اللي جاب الإجابة؟ أيمن. أيمن أيمن. عندك خلفية عن السؤال؟ لا والله بس الاسم تقول ياباني. تامو ماسيف. الاسم ياباني ممكن الاسم ياباني فكرة فكرة حلوة. مش إياها. ما تعدون اللي قبل شوي صار. مرة مرة. توعدني وعد إنكم ما تعيدونها يا تو. أنا بالنسبة لي وعدتك. أنا عندكم واحد أنا هنا أغليه اسمه سعد. الله. سعد يستاهل. ما يطاوعني عليه ها؟ يستاهل. ها 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 باصح. صح؟ صح. طيب قل لسعد ألف مبروك. ألف مبروك. إجابة صحيحة. ألف مبروك. غنوا. صحيحة. أركض أركض هنا النجوم. أركض أركض. أركض والله يخلف على شيء. الصملة الصملة يبدح الصملة يبدح. طيب خليك مجموعتكم يبدح كل واحد يركز في مجموعه ترى خلي البركان تو ماشيف يلا هيجيكم. طيب يا سلطان جاهز السؤال جاهز احنا وصلنا ل 200 نقطه صحيح ما لخبط صحيح. طيب اعطونا سؤال الصمله ايهما اطول حنجره الرجل ام المراه؟ المراه. الرجل ام المراه؟ ان جاوبت أم متساويين؟ إيه يقول الرجال ولا المرأة اللي حلقها طويل. المرأة. ولا متساويين؟ الحنجرة يعني الرقبة ولا الحنجرات. يا رجال الرجال النسوان أكثرهم قليل رقبتها طويلة يوم يقول في الشعر. طيب مرأة. ها. مرأة. ما مو بشر. يلا عشر ثواني. الرجال ولا المرأة. ثمان. متساويين. ولا متساويين. خيار الثالث وشو؟ متساويين. متساويين. مرأة. يا رجال الرجال. ثلاث. أوكي. متساويين. واحد. المرأة. المرأة 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 جاوب على المرأة والله أنا الرجال المرأة ما بقول جاوب على المرأة قبل ما ينتهي الصوت ليه 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 ليش غيرت صوت سوين يعني قصدك ما بيهم يقول خافي يصر علي غلط يقول كل شوي ضيعنا كل شوي ضيعنا. طيب حنجرة إيش حنجرة حنجرة الرجل أنا قلتها حنجرة الرجل تكون يعني خشنة وحادة ممكن هذه مرة عليها ظروف إيش كيف كيف مر عليها ظروف المرأة زوجها معذبها علي ها علي لب علي عطوني عطوني صوت علي علي ايش فيك متحمس وش تقول للشباب وش تقول للشباب تو اشرح لهم وش تقول ما اقول لهم شيء بس شاكين في الإجابة بين المرأة حنجرة المرأة والرجل احنا مخبرين المرأة لا ايش المرأة يعني لا تكلمت ما سكتت لا 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 ما لها دخل ما لها دخل هو قصده ما لها دخل غطوه غطوه وفي رجال طب اسمعني وفي رجال يا علي اذا تكلم بربر ما تسكت نفس الشيء والله انهم واجد معنا اوكي ايش في معنى نفس طيب هي نفس الشيء علي بس انت قارنها كاضخم صوت ممكن هاي تمشي لذلك يا صدصد تمنيت يا صدصد اني اقعد على الرجال انك تقعد على الرجال والله للاسف اجابتكم خاطئه الاجابه الصحيحه هي الرجل وين امك صدقتك عليت دقيقه دقيقه طيب ابداع 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 قال لي انا ما لي شغل ابداع هو ليه ما اختار الرجال قلت خلي اختار الرجال خلي المراه تعوضون يا صدق جاوب ما مدانا جاوب على طول المراه على طول اركض اجري بلعوا اجري بلعوا المجموعه الرابعه يا جبل عنان يا سلطان ركزوا يا شباب ركزوا يا عبد العزيز ركز يا طاهر انا قلت رجال اعطونا السؤال ما اللقب ركزوا بالسؤال ما اللقب الذي يطلق على تونس تونس الشهباء تونس الخضراء أم تونس الزرقاء الأزرق ما اللقب جميل. الذي يطلق على تونس شغلوا السكر يا شباب شغلوا السكر الخضراء أكيد طيب ثبت ما اللقب الذي يطلق على تونس الخضراء تونس الشهباء أم تونس الخضراء أم تونس الزرقاء الخضراء وثبت خضراء ثبتنا على الخضراء
أزرق صاحب رباع أزرق. احتفلوا من الحين على حسي. هي 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 سبحان الله هي ناشبة وأنا صغير دائما نسميها تونس خضراء. خضراء تونس إيش؟ خضراء. تونس الخضراء. وألف مبروك إجابتكم صحيحة. شباب وقت السؤال طيب. يعطيكم العافية ألف مبروك منيب. أتمنى أن وقت سألت السؤال أتمنى أنك تشغل سبيكر عشان الشباب يسمعوا. خلاص أبشر.